برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبدعم المكتب الإقليمي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية، افتتح مهرجان بإيدينا في دمسكينو مول بدمشق. مهرجان بيضم منتجات الأسر المنتجة اللي تتراوح بين المنتجات الغذائية، مربيات، مخللات، منتجات جافة، أعشاب إلى آخره، منتجات نسيجية، عم نحكي كروشيه، أغاني إلى آخره، إكسسوارات، تطعيم بالصدف، نحاسيات، الرسم على الزجاج، شمع، عسل، زيوت، مختلف أنواع المنتجات التي تنتجها الأسر المنتجة سواء في منازلها أو في ورشات صغيرة ومتوسطة. فعالية هي للأسر المنتجة اللي موجودة بسوريا اللي عم تنتج ضمن بيتها ضمن كل إمكانياتها. نحن كمكتب إقليمي قدمنا لهم دعم كامل، قدمنا لهم تجهيزات كاملة مجانا طبعا لحتى تكون نافذة التسويق عبر المكتب لهي الأنامل المبدعة. بصراحة هدول الأسر مثل ما عليك شايف في اللي عندهم ذوي احتياجات خاصة، الأشخاص اللي عم تشتغل من قلبها، الأشخاص اللي حتى الفن تبعها بحاجة إنه يتصدر لخارج سوريا مو بس سوريا. المهرجان استقطب اختصاصات متنوعة بين صناعية وحرفية وزراعية من جميع المحافظات السورية، كما شمل مشاركات من فئات عمرية مختلفة وذوي احتياجات خاصة. نحن عنا بيربوا دودة الحرير ونستخرج منها الخيط ونحول هذا الخيط لمناديل تراثية وأشكال ثانية مثل الشراشف، مثل العبايات، مثل جليات، تنانير، أي شيء من الحرير الطبيعي. طبعا الخيط بعد ما بنغزله بيكون صناعته عن النول اليدوي، وهو عبارة عن عمل يدوي من الألف إلى الياء. حب المشاركة بهيك معارض لأنه هيك معارض بتساعدني أنه أقدر أنا أبيع، تمام؟ يعني بشكر أول شغلة الاتحاد أنه عم يقدم لنا هيك شغلات مشان نقدر نحن أنه نواجه الزبون دغري ونبيعه، تمام؟ ومشاركتي هون مو لحالي، طبعا أنا وصديقي سليمان مارديني. طبعا أنا بشتغل بالشامبو، تمام، وطبعا على ايدي بساويهم، في عندي لتساقط الشعر وتطويله بحبه البركه، بالفيتامين بي 5 بغذي البصله باخر الشيب، ضد القشره وبيعطي انتعاش، وعندي كمان خلطه 60، هي زيوت ملكيه للعنايه بالشعر، وعندي كمان عطورات. انا ببيع عسال بالمطعم الكريمي، وراسي الجبلي، حمضيات، سكريات، سكر اكبر، عاد السهيل. نحن طبعا كجمعيه بنشارك بكل الفعاليات مثل هيك، فعاليات صناعات الحرفيه والتقليديه اللي موجوده بالبلد، من خلال الممارسات اللي بنقوم فيها بموضوع زراعه وانتاج الورد الشاميه. طبعا مثل ما بتعرفوا مشروع وطني قايمين فيه بقريه المراح لزراعة ونشر زراعة الورد الشامية بكافة مناطق القطر. مبادرة إنتاجية تثبت من جديد أننا قادرون على مواجهة حصارنا وأن سوريا بلد الخير والمحبة والجمال.